بات الانتشار المتزايد للمخدرات بين أوساط الشباب والمراهقين يتطلب تصديا لا يقتصر على الدولة وأجهزتها بل وكافة مكونات المجتمع، وهذا ما أدركته السلطات في حضرموت حين دشنت حملة مجتمعية للتوعية بمخاطر المخدرات. المخدرات هي واحدة من الوسائل التي اتخذت السلطة العسكرية والمحلية في محافظة حضرموت قرار بمواجهتها ومحاربتها، مثلها مثل الإرهاب. الحملة التوعوية تستهدف المدارس والثانويات العامة والجامعات ومعسكرات الأمن والجيش والفعاليات الرياضية والثقافية، وترتكز على التواصل والحوار المباشر وانعكاسه على زيادة الوعي وتوصيل المعلومة الطبية والقانونية حول مخاطر المخدرات. لدينا أكثر من 50 كادر من دكاترة ودعاة مختصين في المجال التوعوي، طبعا سنستهدف من خلالها المدارس والجامعات والمعسكرات والسجون والأندية الرياضية والثقافية والأماكن العامة. وبعد أن كانت حضرموت وسواحلها ممرا لتهريب المخدرات إلى دول الجوار خلال العقدين الماضيين، أضحت في السنوات الأخيرة أحد أهم الأسواق المستهدفة في البلاد، ما دفع بالسلطات في المحافظة إلى تكثيف حملاتها لملاحقة المهربين وضبط وإتلاف كميات كبيرة من الممنوعات. في الماضي كانت ممر أو عبور للحشيش والحبوب وإدخالها لدول الجوار، أما الآن وفي الفترة الأخيرة أصبحت سوق واستهداف من قبل مروجي المخدرات لانتشارها بين الشباب، أصبحت صورة مهولة وأرقام مخيفة. في الأيام الماضية تم اكتشاف حوالي 31 إلى 32 كيلو حشيش. وبحسب مراقبين فإن الحرب التي تعيشها البلاد وما تلاها من انهيار لمؤسسات الدولة وارتفاع معدلات الفقر والبطالة عوامل ساعدت على زيادة أعداد المروجين والمتعاطين للمخدرات. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.